متابعكم تشاهد فيديو انتقاد واسع لفرح الهادي وعقيل الرئيسي بسبب شراء قطعة ذهبية من المجوهرات لكلبهم. تابعوا معنا الفيديو ولا تنسوا ابداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. تعرض النجمان الكويتيان فرح الهادي وعقيل الرئيسي لانتقادات حادة من جانب رواد السوشيال ميديا بسبب شرائهما قطعة من المجوهرات كهدية لكلبتهما. وظهر الزوجان عقيل الرئيسي وفرح الهادي في مقطع الفيديو هما يستلمان الهدية التي قاما بشرائها أونلاين من أجل الكلبة بسبوسة، وهي عبارة عن قلادة ماسية فاخرة بحسب تعليقات الجمهور التي تداولت المقطع. وانهالت التعليقات على النجمين الكويتيين حيث تم اتهامهما بالبذخ والإسراف، خاصة بعد تعليق عقيل الرئيسي في المقطع المتداول وقوله إنهما لابد أن يحتفظ بقطعة المجوهرات داخل خزنة لحمايتها. هذا بالفعل ما حدث، فعند استلام القطعة الذهبية قال عقيل إن القطعة لابد أن توجد داخل الخزانة لحمايتها، بينما دافع البعض عن الثنائي الكويتي المثير للجدل مؤكدين إن هذه القطعة مجرد اكسسوار براقة ليست من الماس بكل تأكيد، وإنما هي عبارة عن قلادة مزينة بقطع الكريستال، لافتين إلى أن الزوجين كانا يمزحان عندما ذكر أنها قطعة مجوهرات أصلية. فرح الهادي من مواليد 7 فبراير سنة 1995 ممثلة كويتية من فئة البدوم ولا تحمل الجنسية الكويتية، ووالدت في الكويت وانفصل والدها ولم تلتقي بوالدها منذ كانت في 5 من عمرها، وحاصلة على شهادة البكالوريوس قسم التسويق، وبدأت مشوارها الفني في 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف، وهي أخت الممثلة شو الهادي، كما إن المذيعات عبير وحنين جابر هن بنات خالتها. في 2017 أشيع في الصحافة خبر ارتباطها بالممثل عقيل الرئيسي بعد علاقة صداقة قوية وظهور مستمر على موقع التواصل الاجتماعي مع بعضهم، ألا إنها صرحت إنه لم يرتبط رسميا. وبعد فترة قصيرة من الإنكار قام عقيل بطلب يديها للزواج بالإنستجرام بقوله هل تقبلين الزواج بي، فوافقت على الفور بعد خطوبة في شهر أكتوبر، ثم تم عقد قرانهم في 20 نوفمبر 2017، وأقيم حفل زفافهم في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017. أكدت فرح الهادي أنها تعرضت للإيجار 3 مرات، الأولى في شهر مارس 2018 حيث اعترفت أنها وقتها لم تهتم بصحتها ولم تتابع مع طبيبة متخصصة، ولكنها أصيبت بإحباط شديد عندما تأخر الحمل بعدها لعدة أشهر، مما دفعها لزيارة الطبيبة التي أكدت لها أنها لا تعاني من تأخر الحمل وإنما يحدث لها أمرا طبيعيا، لكن النجمة الكويتية أصرت على الحصول على منشطات لتسريع عملية الحمل من جديد. وقالت فرح انها صارت حامل للمرة الثانية في شهر مارس الماضي، ولكن تم الإيجاد سريعا لان حملها كان ضعيفا.
واعترفت الفنانة الكويتية أنه في مساء نفس اليوم تم الإجهاض، مما جعلها تدخل في حالة نفسية، لكنها مع ذلك كانت تتجنب الحديث عن الأمر مع أي شخص، إلا أن قررت مؤخرا أن تفتح قلبها لجمهورها، حيث طلبت متابعاتها من النساء أن يقدمن لها النصائح ويحكين تجاربهم مع الحملة.